سلام حبوبتي، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نمشي معكم او غادي تمشيو معايا واحد المفاجأة كبيرة 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 كبيرة، انني اليوم ان شاء الله وصلوني الباسبورات ديال ديزني، فان شاء الله غادي نمشي وغادي نديكم معايا تفوجوا معايا، منها تكتشفوا نتوما ديزني ومنها انا حتى انا نتعرف على ديزني معاكم في هذه الوقيته هذه، لان بصراحه اول مره نمشي ليها من اول ما جيت. فغادي نديكم معايا بصراحه، انا متشوقه 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 بزاف باش نكتشف ديزني لاند. المهم خليكم معايا وتفرجوا الفيديو من الاول للاخر. Remind you that the use of camera extension poles, such as selfie sticks, is not allowed in the Disney parks, and that smoking is only allowed in the designated areas indicated on your park map. Thank you for your cooperation, and have a wonderful day at Disneyland Paris. أهلاً 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 حبايب قلبي، اهلا بكم. سلام، نتمنى كلكم تكونوا بخير لاباس عليكم. وصلنا لدابا ديزني، طبعا غادي تكونوا معايا طول هذه الرحله هذه من اولها لاخر ديالها، وغنصور لكم ان شاء الله كل شيء. نتمنى بان هذه الجوله تكون عجبكم ان شاء الله تعجبكم. May we suggest that you take a moment to note the exact location of your بالنسبة لنا. التيكيت ديال ديزني هو عامل تقريبا 60 اورو، وبالنسبة للاطفال الصغار 45 اورو، والدراري اللي كيكونوا صغار بزاف تقريبا ما ممكنليش العامين كيدخلوا فري. اما بالنسبة للي بارك، فين كاين بارك 1 بارك 2، بارك 1 تبارك الله راه فيه الالعاب بزاف، وبارك 2 فيه الالعاب بزاف ما شاء الله، وفيه الالعاب ديال الكبار وديال الصغار، يعني كيستمتعوا جوج الكبار والصغار. بالنسبه ليا انا حيت مقيمه هنايا، فانا عندي باسبور اللي هو 350 يوم، باسبور جولد ديال ديزني لاند. تقريبا انا خديته ب 1000 اورو، ب 10000 درهم، يعني محسوب فيه هو محسوب فيه الدخول ومحسوب فيه حتى الطوموبيل ديال البنات، لان الطوموبيل بوحدها الا حطيتوها ستاسيون هنايا في البلاصه ديال الطوموبيلات كتخلصي عليها 30 اورو، يعني 30 اورو باش كتحطيه هنا باش تدخلي لديزني. وبالنسبه للناس اللي هما ساكنين في اوروبا مثلا في المانيا في اي دوله في اوروبا اخرى، ممكن انهم يجيو في تي جي في، راه تي جي في راه كاين هنا داخل في ديزني لاند، يعني كتنزلي منه كتدخل لديزني لاند ديريكت، يعني ساهل 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 ساهل. والمركوب هنا نتوما عارفين اصلا هنا ما شاء الله في فرنسا المركوب موجود بزاف ماشي شويه. فكنتمنى ان شاء الله بانكم تستمتعوا بالفيديو وتفرجوا الفيديو من الاول للاخر. بصراحه انا هذا النهار هذا انا استمتعت فيه بزاف 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 بصراحه، لان انا كان الحلم ديالي طبعا من وانا صغيره كنسمعوا ديزني ديزني ديزني، كان الحلم ديالي اني نزورها، ولكن فعلا زرتها وفعلا فعلا يعني الهضره اللي كيهضروا عليها او الناس اللي كيهضروا عليها بصراحه يعني يعني مواتيها مواتيها، يعني ما شاء الله ما شاء الله جميله 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 بزاف. المهم البنات نخليكم مع الفيديو وما نحرقش لكم المراحل، نتلاقاو ان شاء الله على نهايه الفيديو ان شاء الله. بالنسبه للبنات من هنايا، هنايا الله هذه الدخله ديال ديزني، يعني راه كتمشي واحد المسافه طويله ما شاء الله. شوفوا غير الديكورات وبالنسبه للورود وهذا ما شاء الله، يعني هذاك الشيء ما شاء الله عليه. فالمهم هذه غير الدخله، وهذوك اللي الفوق اللي كتشوفهم يا البنات هذوك راه هنايا هذو لوطيلات هذو اللي كتشوفهم هنا الفوق.
دابا هنا الناس غادي يدخلوا لديزني بارك باش غادي نعطيهم الباسبور، او الناس اللي كيجيو بالتيكيت باش يعطيهم هنا باش يديروا لهم سكاني باش يدخلوا. قبل البنات ما تبغيو تجيو لديزني ضروري خصكم ديروا ريزيرفاسيون باغ انترنيت ضروري، لان خصوصا مع هذا المرض هذا ضروري خص يكون ريزيرفي. كما كتشوفوا حبوباتي بان هذه هي الدخله ديال ديزني، كيف ما كتشوفوا الدخله ديال البارك الاول كيف ما قلت لكم كتدخلوا كتلقاو بصراحه بزاف ديال الالعاب، كاين الالعاب ديال الدراري الصغار، كاين الالعاب ديال الناس الكبار، كاين الالعاب ديال الدراري الصغار والناس الكبار مع بعضياتهم. فبصراحه اللي غادي يجي هنا غادي يستمتع لا بالنسبه للناس الكبار او بالنسبه للناس الصغار، لان كاين استمتاع هائل 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 بالنسبه قلت لكم كيف ما قلت لكم هنا كاين بزاف ديال البوتيكات هنا كيبيعوا هادشي ديال ديزني كيف ما كتشوفوا. المهم دابا حنا غادي ندخلوا هنا لداخل هنايا وغادي نوريكم طبعا الالعاب، وطبعا غادي نجرب واحد اللعبه يا البنات اللي هي بصراحه انا اصلا عندي فوبيا بزاف 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 من العلو، فطبعا غادي نطلع لواحد اللعبه غادي نصورها لكم، وغادي بصراحه غادي نطلع ليها على قبل باش نصورها لكم وتشوفوها معايا. عرفتي ديال لا فونتان روج بصراحه راه واعره 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 واعره، ولكن صعيبه صعيبه بالنسبه بحال اللي انا اللي كيخاف من العلو صعيبه عليه شويه. المهم الناس كيف ما كتشوفوش تبارك الله هاد المناظر وهاد الوريضات وهاد الشيء كيف ما كتشوفوا ما شاء الله ما شاء الله بصراحه، غير هاد الشيء اللي كتشوفوا فيه الناس الكبار ملي كيمشيو يشوفوا هاد الورد وهاد الشيء يعني كيتفتح لك النفس ديالك كتفتح كيف ما كتشوفوا. وكاينين طبعا الناس اللي كيبيعوا بالنسبه لي بالون، هذا هانتو كتشوفوا بطوطه كاين هنا في ديزني هنايا يعني. المهم غادي يعجبكم الفيديو كملوا معايا للاخر. هنروح له يا علاك وهنروح لكل حاجة. هنروح يا حبيبي. وبتنور يا حبيبي بالليل هنشوفها تعمل نور كتير وحلو بالليل. هيطلع ليه هيطلع غوش يا بابا؟ هيطلع كل الالوان.
وانت ايه الشبراوي؟ الشبراوي جاي من الشبرا طبعا. الفول والطعميه معاك كل شيء خاصيه تبع الخد السير هنايا. غندخلو دابا عند الخراص هنا. بيانفوني سور لو بيراد دو كاريب. خراص هنا في البحر الكاريبي. Thank you.
Yeah.
الميه. عجبتك يا ميكا؟ يلا سيب مازال معانا في الفيديو ومازال غادي نمشي لبلايص فرين. غادي نمشي لانديانا جونز. بصراحه انا اصلا كنخاف، عندي الرعب من البلايص الواعر اللي هما العاليين او النازلين، ولكن اليوم ان شاء الله غادي ناخذ التجربه هذه وغادي نمشي ان شاء الله لانديانا جونز. المهم انتما معايا. هلا Thank you.
هذا المنظر رائع. منظر رائع. Heavens to Betsy! Is that the old Ravenswood Mansion? I heard it was haunted, sure enough. I might just wander over there and check it out for myself, though. If I could put up with all them prospectors in Leadville, I could handle a few ghosts. هذه البنات اللي ركبت فيها انا ناري في لي مونطان روج. صعيبه 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 بزاف بصراحه، صعيبه بصراحه. حتى انايا اصلا عندي فوبيا من الاماكن العاليه. عرفتي دوزتها
دوزتها دوزت التحدي. هادشي كامل اللي قلت لكم بقى، احنا هادشي كامل كاينين في البارك واحد، باقي ما ساليناش البارك واحد. عرفتي راه ما شاء الله كبير بزاف. وهذا هذا بيت الرعب، هذا اللي الفوق هذا بيت الرعب، انا غندخل ليه حتى هو ضروري غندخل ليه وغادي نصوره، غادي نمتعكم معايا هذه المتعه اللي انا حاسه بها، غادي تمتعوا معايا في الفيديو. À bientôt. À la prochaine. البنات غادي نطلع ان شاء الله لبيت الاشباح او بيت الرعب كيف ما كتشوفوا، بان دابا انا طالع عليه بصراحه ما نقولش لكم استمتعت بزاف 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 بزاف، الا بصراحه هذيك التران اللي انا طلعت فيه ديال لي مونتان صعيب 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 بزاف. انا طلعت غير باش نصوره بصراحه، وبصراحه حاولت باني نتحدى نفسي ونتحدى الخوف اللي فيا، لان اصلا انا عندي الخوف من المناطق العاليه، وخصوصا هذوك الالعاب بصراحه بحال هكا كيكونوا شويه صعاب ما كنقدرش عليهم بصراحه. المهم لكن انا نجحت في التحدي ودوزت، واخا بقيت كنقول اي حاجه كتخرج من فمي من كثره الرعب اللي انا عشته، ولكن الحمد لله دوزتها. المهم هو انني انا صورت لكم تشوفوا معايا الفيديو. دابا غادي نطلع لبيت الرعب، وها انتم معايا ان شاء الله حتى هو غادي نصور لكم. نتمنى بانكم تشاهدوا الفيديو من الاول للاخر باش تستمتعوا بكل لحظه، وكيف ما استمتعت انا بصراحه حبيت اني انا نصور لكم هادشي كامل باش نتوما تخرجوا معايا وتستمتعوا معايا وتدوروا معايا في ديزني لاند. هادشي كامل البنات في البارك واحد. انا اليوم يلا غادي نسالي البارك واحد طبعا حتى من هنا يومين او اسبوع عاد باش نقدر عاوتاني نرجع باش نشوف البارك جوج ان شاء الله. المهم ها انتم حنا في الانتظار 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 ميزون اونتي، نستناو باش ندخلو، وطبعا غادي نصور لكم كلشي كلشي كلشي. غادي يكون فيديو طويل ولكن غادي يكون ممتع. Welcome, curious friends. It is so nice to have guests. Nous sommes ravis de vous accueillir, humble mortel. You may not know, curious souls. Come, I have more to show you. Entrez, brave mortel, et visitons ensemble ce fameux manoir. Our tour begins here, in this gallery, where you gaze upon the sweet innocence of youth. Kindest of all the way in. Ici, vous pouvez admirer le portrait de la sublime maîtresse et de ses prétendants voix chansons. Perhaps you sense a disquieting metamorphosis. Hélas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Tous les contes n'ont pas de fin heureuse. It appears everyone is doomed at Phantom Manor. Even you. And notice this. This chamber has no windows and no doors, which offers you this chilling challenge to find a way out. Par ailleurs, il n'y a ni porte, ni fenêtre. Par où sortir?
Si vous ne trouvez pas le moyen de vous échapper, le fantôme des lieux se fera un plaisir de vous aider. I didn't mean to frighten you. Premature. Venez donc faire. بيتي الأشباح يا بيتي الأشباح. صمتوا معايا مزيان، خودوا معايا المغامرة مع الظلام هنا ما كيبانش. Goblins and ghoulies, creatures of fright, we summon you now to dance through the night. Esprit de fantôme, Dracula,
مرايا المرايا البنات اي كنشوف راسي انا نو يو ويل ماري مي نو اي ام ماري Ladies and gentlemen, boys and girls, Disneyland Park is now closing. We hope that you've enjoyed your day with us and that you return again soon. Good night and have a safe journey home. Signore e signori, e voi ragazzi, il parco Disneyland sta per chiudere. Ci auguriamo che abbiate trascorso una and closing. Oh,
تحت الخرمية. ها؟ لما بتضلم شوية بتبقى تحت الخرمية. شوف دبلوها هو تعال هنا مشارك شعر يلا غدا يلا وصلنا حبيباتي لنهاية الفيديو، نتمنى بأنه يكون نال إعجابكم. دابا هادشي كامل لا درنا غا في البارك اللي هو واحد، إن شاء الله المرة الجاية غادي نصور لكم بارك جوج تا هو، وغادي نجي إن شاء الله نحطو لكم باش تساراو وتحوسو معايا شوية في ديزني لاند. نتلاقاو إن شاء الله فيديو آخر أو فلوك آخر، ما تنساوش تبارطاجيو البنات هاد الفيديو. خليت لكم الراحة.